بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة عندنا كلام مهم جدا في إطار ما يحدث في العالم كله وفي مصر. اتخذ طبعا مجلس الوزراء قرار بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين. الأهم الحقيقة أن أنت لما تيجي تتابع الأمور خلال هذه الفترة، امبارح وأول امبارح أو امبارح تحديدا، تم اتخاذ القرار من مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوم. طيب، وخلينا نتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة، لأنه أنت لازم في مثل هذه الأمور يجب أن تتعامل بمنتهى الصراحة وتتكلم بمنتهى الصراحة. أول حاجة لما أجي أتكلم في هذا الأمر، من متابعتنا طبعا لكل ما يحدث في الوسط الرياضي، البعض يعترض والبعض مبسوط، في النهاية الكل بيتفق على شيء واحد بقى واحد فقط، وهو أن صحة الإنسان العامة هي الأهم. أنا صحتي هي الأهم، صحة حضرتك وأنت قاعد بتتفرج هي الأهم. كرة القدم في النهاية هي كلنا بنحب كرة القدم وكل حياتنا، أنا واحد زي عايش في كرة القدم، شغلي كله وحياتي في كرة القدم، مجموعة كبيرة جدا الصحفيين الرياضيين اللي موجودين اللي في المواقع واللي في الجرايد الكبيرة واللي في الجرايد كل الجرايد وكل حتة، كرة القدم بالنسبة للجميع هي شغل في أشياء كثيرة جدا. ولكن عندما تنظر إلى الصحة العامة أو عندما تنظر إلى حياة إنسان، الموضوع بيختلف تماما، بيختلف تماما تماما تماما. الأهم بالنسبة للدولة المصرية الحقيقة متمثلة في رئيس الجمهورية، اتخذ الحقيقة قرار بتعليق أيضا الجامعات والمدارس من يومين أيضا أو امبارح، بتعليق المدارس والجامعات لمدة 15 يوم، ومن بعدها مجلس الوزراء وفي اجتماعه اتخذ قرار أيضا بتعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوم. فزي ما بقول لحضراتكم، الأهم هو صحة الإنسان المصري، الأهم هو حياة الإنسان المصري، وبالتالي الكل نظر إلى حياة الإنسان المصري بعيدا بقى عن كل الخسائر اللي هتحصل. الخسائر هتكون عليا وعلى حضرتك وعلينا جميعا، يجب أن نتحملها، يجب أن يتحملها الجميع، لأنها في النهاية بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى واقفين في ظهر بعض. زي ما حضراتكم شايفين المعلومات العامه عن الفيروس اللي بنتكلم عنه، فيروس كورونا، هي معلومات اقلها، يعني ان انت تغسل ايدك دايما بالميه والصابون، ان انت ما تسلمش كتير، البوس والاحضان اللي دايما كمصريين متعودين عليها يجب ان تقل او يجب ان تنتهي تماما خلال هذه الفتره. هي حاجات كلها بسيطه جدا جدا ونقدر نعملها خلال الفتره اللي جايه. ولكن اللي أزعجني وأنا بتكلم مع حضراتكم، إن أنا من امبارح للنهاردة بعض من لا يشجع النادي الأهلي كل همهم إيه؟ خلوا الأهلي ياخد الدوري، إحنا مش فارق معانا. مش فارق معاكم إيه؟ أنا مش فاهم، أنا اللي مش فاهم الحقيقة. أنت بتتكلم بجد ولا بتهزر ولا أنت يمكن مش عارف، مش قادر أقول كلام أكتر من كده. أنت بتتكلم بجد؟ إدوا الدوري الأهلي؟ ادوا الدوري الاهلي ايه اللي اديله الدوري؟ الاهلي المصري؟ فانا مسكت الورق وقعدت ابص في الورق، هو النادي الاهلي كام نقطه؟ اللي بعده كام نقطه؟ حاجه غريبه جدا. وبعدين هو حضرتك اللي بعده ده اللي هو المقاولين اعتقد، انا مش فاكر الحقيقه لان انا ما بقتش ابص تحت، انا دايما النادي الاهلي دايما بيبص فوق، فعشان كده لما اجي ابص تحت ما مش لاقي المقاولين تقريبا افتكر. قولوا لي يا جماعه المقاولين ولا مين؟ مقاولين. طيب المقاولين، لكن احنا الكلام ده بالنسبه لي الحقيقه اندهشت جدا، اندهشت جدا. هو انتوا بجد بتتكلموا؟ الناس دي بتتكلم بجد؟ الناس دي يعني الدوله بتفكر في الارواح وصحه المواطن وانت بتتكلم في اهلي وغير اهلي ودوري ومش دوري والكلام ده؟ عايزين نسمو بفكرنا شويه. الدوري يتلعب ما يتلعبش، يكمل ما يكملش، ما يعني مش هو ده موضوعنا بالمناسبه، مش هو ده موضوعنا. احنا موضوعنا ان احنا شايفين ان في حاجه بتحصل في العالم كله، حاجه بتحصل في العالم كله، واحنا احنا احنا جزء من العالم على فكره. اهلي ايه وزمالك ايه؟ الكلام ده كلام غريب جدا. يجب ان يكون هناك سمو في طريقه التفكير. يعني حضرتك فكر بطريقة أخرى، فكر بطريقة أخرى. الموضوع يعني أبسط مما تتخيل. محدش بيفكر مين ياخد إيه ومين يعمل إيه. الناس تعبت، أتعبنا
واجتهدنا لان الكحه دي من زمان بالمناسبه. تعبنا واجتهدنا وصرفنا فلوس، النادي الاهلي يعني صرف فلوس كتير وكذا 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 وكذا، ولكن في النهايه ايه يا جماعه؟ ده حياه المصري بالنسبه لينا هي اهم شيء في الدنيا، اهم شيء. الاقي الكلام من امبارح للنهارده والله كلام يضحك، وانا قاعد بتفرج على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا عموما بلاقي الناس كلها عماله تقول لك ايه، مش كل الناس يعني، بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقول لك ايه، ادوا بقى الدوري للاهلي احنا مش مهم، المهم ايه يا جماعه انتوا بتتكلموا جد؟ انتوا عارفين الاهلي فين والباقي فين؟ انا عمري ما هتكلم في الامور دي بصراحه، او مش عايز اتكلم في الامر ده، ولكن خلينا نسمو بفكرنا شويه، خلينا نفكر في صحه الانسان المصري. الدوله بالكامل من اول رئيس الجمهوريه لغايه اصغر العاملين فيها الاصغر سنا يعني، كلهم ما بيفكروش الان غير في مصلحه المواطن المصري، في صحه المواطن المصري على قد ما بنقدر. انا ليا دور وحضرتك في البيت ليك دور، والناس اللي قاعده بتتفرج الاهلاويه ليهم دور، وخدوا بالكم الاهلاويه هم الاكتر في كل حاجه، فلازم يبقى ليهم الدور الاكبر دائما، هو ده اللي بيحصل وهو ده اللي احنا عارفينه. طبعا انا بكلم حضراتكم وانا قلبي بيتقطع، انا نفسي النشاط يرجع، ونفسي ان احنا نكسب الدوري 42 ونكسب البطوله الافريقيه ونكسب 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 ونكسب، كل ده بتقطع طبعا، ولكن الصحه والحياه العامه والارواح والكلام ده كله هو الاهم بالنسبه لنا. نطمن على الامور دي كلها، يا عالم ايه اللي هيحصل بعد اسبوعين؟ انا شايف نظره تشاؤميه كبيره جدا. لا، احنا عندنا دوله قويه، عندنا رئيس دوله ووزراء ومجلس وزراء، حاجه يعني بصراحه بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. الناس شايفه شغلها بكل الطرق المتاحه ليهم، على قد ما بيقدروا بيحاولوا يقفوا، وحياه المصري بالنسبه لهم مهمه جدا 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 جدا. بلدنا، وانا اسف ان انا بطلع بره الكوره بس في حاجات قد تكون بسيطه شويه، ولكن بلدنا اول بلد راحت جابت المصريين الموجودين في ووهان اللي هي المدينه الصينيه اللي كان فيها البقره، بقره المرض ده. الناس كلها بعد كده باسبوع وباسبوعين راحت تجيب ولادها اللي كانوا هناك. احنا بلدنا بعتت طيران خاص وقالت هاتوا ولاد. المصري طول عمره الحقيقه مختلف في كل شيء، يجب ان نفتخر بان احنا مصريين، يجب ان نفتخر ونتبسط ان احنا مصريين. عندنا دلوقتي بلد واقفه على رجليها بشكل كويس جدا، عندنا في كل الوزارات الكل بيحاول مع بعضه ان هو يعدي الامور بشكل او باخر، علشان انت لما بتيجي بتفكر بتفكر في ارواح الناس والمرض اللي بيحصل هنسيطر عليه ازاي ويحصل عليه ازاي، ما نبقاش فجأة تلاقي نفسك وصلت لأرقام كبيرة في المصابين اللي ممكن جدا أي حد يكون فينا واحد منهم. ممكن أكون أنا بعد الشر عن أي حد في حضراتكم يعني، ممكن يكون أنا غيري 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 أي حد. فيجب أن احنا كلنا نتكاتف خلال هذه الأيام، لأن الدولة تحتاج كل دولة، مش هتعمل حاجة لوحدها، الدولة مش هتعمل حاجة لوحدها، كلنا هنبقى واقفين مع الدولة خلال هذه الأيام على قد ما نقدر. كل واحد قادر ان هو ما يسلمش ما نسلمش، كل واحد قادر ان هو نبوس ونحضن، دي يعني ممكن جدا ما نعملش كده على الأقل الشهر اللي جاي ده، ليه لا؟ نساعد، الحاجات البسيطة دي ممكن تساعد جدا 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 في هذا الموضوع. وكل ده ليه؟ كل اللي احنا بنعمله ده ليه؟ حفاظا على الأرواح. أنا آسف إن أنا بتكلم في مثل هذه الأمور، ولكن هذه هي الحقيقة. لازم كلنا نبقى واقفين مع بعض، كلنا ال 102 مليون اللي موجودين في مصر ومسؤولين اللي موجودين، كلنا نقف مع بعض علشان كلنا نتكاتف علشان نقدر نعدي هذا الموضوع، وإن شاء الله هنعديه، وإن شاء الله كل الأمور هتعدي وعلى خير، وهنرجع بقى نتخانق تاني ما بين الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي والاتحاد، هنرجع تاني وهيحصل كل ده، وكرة القدم ستعود وكل شيء سيعود كما كان وأفضل إن شاء الله بتكاتف المصريين مع بعض. أنا ما أقدرش أقول لحضرتك علاج، كل اللي أنا بسمعه كلها إرشادات، كلها أمور صحة عامة، إن أنت تغسل إيدك، إن أنت موضوع السلام، الكلام ده كله اللي إحنا بنشوفه اللي موجودة في كل البرامج التلفزيونية.
هو ده اللي احنا نقدر نعمله، وهو ده اللي احنا عايزين نمشي عليه خلال هذه الفترة. وأنا كنت أتخيل أن مثل هذه المرحلة تقتدي على الجميع شيء واحد فقط، وهو التكاتف والانسجام، التكاتف والانسجام، وليس أن أنا أقعد أقطع في الزمالك وأقعد أقطع في المصري وأقعد أقطع في الإسماعيلي وأقعد، لا، احنا الفترة دي احنا محتاجين الانسجام والتكاتف، ان احنا كلنا متكاتفين كبلد، كلنا كمصريين نبقى متكاتفين مع بعض. صدقوني يا جماعة انا بقول الكلام ده من قلبي، من قلبي. مش عايزين نقعد بعدين نبقى نتريق على بعض وبعد كده نبقى نتكلم وبعد كده. اهلي دوري ايه اللي احنا بنتكلم فيه؟ دوري ايه اللي احنا بنتكلم فيه؟ وحضراتكم شايفين حجم اللي بيحصل حوالينا؟ مش عايزين الامور تكبر او تاخد اكبر من حجمها كمان. الامور الحمد لله تحت السيطره، زي ما قلت لحضراتكم عندنا بلد قويه جدا الحمد لله، وبتبان كل الامور بتبان زي ما حضراتكم شايفين. فعشان كده عايزين نبعد شويه عن كلام ال مش عارف اسميه كلام ايه، ولكن الكلام ده الحقيقه كلام بالنسبه لي مقلق جدا. يقول لك ادوا الدوري للاهلي، ما الدوري مش محتاج، الاهلي مش محتاج الدوري على فكره، لانه الاهلي الاول بفرق كبير جدا عن اللي وراه. انا اسف ان انا بقول المعلومه المهمه دي، يعني هي معلومه هامه جدا. لو حضرتك مش فاهم كده او مش عارف كده دي مشكلتك او حاجه تخصك. الاهلي فرق كبير قوي في كل حاجه، فمش عايزين ندخل الكلام ده في النص. ايه اللي حصل في الانديه خلال هذه الفتره منذ ان تم الاعلان من رئاسه مجلس الوزراء على تعليق النشاط الرياضي لمده 15 يوم؟ اجراءات احترازيه كثيره جدا كانت بتحصل في الانديه، وكان من المفترض ان يبقى فيه ندوات في كل الانديه للتوعيه ان الناس توعي ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه للاعضاء واعضاء الجمعيه العموميه. النادي الاهلي كان اول نادي الحقيقه ومن اوائل الانديه اللي عملت هذا الامر. فطيب خلينا نروح للاستاذ الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعديه الاستاذ الدكتور هشام الخياط، برضو نعرف هي اهم الامور التي يجب ان يتخذها المواطن المصري خلال الفتره القادمه علشان نتقي شر هذا المرض. دكتور ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. الله يخليك يا فندم. المشاهدين بخير ومش عايزين نرعبهم بقى. لا لا مفيش رعب ولا حاجه، ولكن احنا عايزين نطمنهم، بالعكس احنا جايبين حضرتك عشان نطمن اكتر. تمام. الحاجات اللي احنا عارفينها ان احنا نغسل ايدينا بميه ساقعه او بميه وصابون والكلام ده، هو ده الحاجات اللي احنا نقدر نقولها والحاجات اللي احنا عارفينها يعني. لا، اولا الاجراءات الاحترازيه اللي خدها الريس امبارح من وقف المدارس والجامعات وبرضه النشاط الرياضي اللي تم وقفه ده مهم جدا، لان ده بيقلل العدوى بنسبه 25% على الاقل، لانه انت عارف المدارس والجامعات 25% من السكان. أيوه. دي نقطه مهمه جدا. الحاجه المهمه ان احنا لابد ان احنا ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، خاصه لمس وقبلات واحضان، الكلام ده كل ده بيساعد على انتشار العدوى، لانه العدوى باللمس، واحنا عارفين كمان انه حوالي 50% من الناس المصابين بكورونا فيروس ما عندهمش اعراض خالص ولا بيجي لهم اعراض، ما بيبانش، يمشوا على رجليهم. فممكن ما نعرفش مين المصاب من غير مصاب. انا بنصح الناس ان هي ما تكلمش، ما تحضنش، والقبلات طبعا ممنوعه. الحاجه المهمه ان الواحد ما يلمس عينه ولا بقه بعد ما يسلم على حد. افرض انت اتفرض عليك ان انت تسلم على حد، ما يلمس عينيه ولا بقه ولا من ولا انفه. يمسح ايديه بكحول 70%، وده موجود في كل الصيدليات دلوقتي ورخيص جدا، مش لازم يجيب حاجه ماده معقمه اكتر من كده. يا فندم. الحاجه الثانيه المهمه انه مش عايزين ياخد الموضوع اكبر من حجمه. ليه بقى احنا كده؟ علشان احنا عارفين ان 50% من الناس اللي عندها كورونا فيروس ما بيذهب بدون اي اعراض. دي نقطه مهمه جدا. ال 30 ل 35% الاعراض بتكون بسيطه جدا جدا جدا، حراره بسيطه، شويه التهاب في الزور، كلام يعني كله سهل.
احنا بنتكلم في 5% اللي بيجي لهم اعراض جامده اللي بتدخل المستشفى، دول الناس كبار السن اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي او عندهم سكر او ضغط او بيشربوا سجاير كتير. وجود الناس اللي بتشرب سجاير، عشان كده مهم جدا الرياضه. الرياضيين ما يشربوش سجاير، السجاير بتزود نسب الاصابه بكورونا فايروس، مش بس كده بتخلي كورونا فايروس يؤثر تاثير سلبي على الرئتين ويعمل التهاب رئوي. عشان كده مهم جدا ان الناس ما تشربش سجاير. تمام. بالنسبه للاجراءات الاحترازيه اللي اتعملت، انا سعيد بيها جدا، واسعد ما اكون ان انا كنت قبلها بيوم شفت ترامب خصص 6 مليار او 7 مليار دولار امريكي لمكافحه هذا الوباء. ايوه. هنا سياده الريس برضو عمل حاجه رائعه، عمل حوالي برضو 6 مليار دولار لمجابهه الوباء بتاعه. هم 100 مليون جنيه يعني. ايوه. شيء عظيم جدا. شيء عظيم جدا يعني الحقيقه، احنا على قدم وصاف زي امريكا ويمكن احسن كده. تمام. ده مهم يا كابتن اسلام. طبعا يا فندم. طيب ايه المطلوب من الشباب خلال او من الناس عموما او المواطن المصري خلال الفتره القادمه يا فندم؟ المواطن المصري يا كابتن اسلام لازم، مهم جدا ان هو الشباب طبعا اللي ما راحش مدارس ولا جامعات ما يقعد في البيت، يقعد يذاكر او يشوف الحاجات في النت تنفعه، لكن ما يروحش بقى يقعد على كافيهات ويشرب شيشه. مصيبه. والحاجه الثانيه ما يروحش السينمات بقى ويقعد يروح اماكن، يعني زي ما شفنا ان اول يوم في اجازه اهو، المولات على اخرها والكافيهات على اخرها. لا، هو كابتن الريس ما بطلناش مدارس عشان نروح نقعد في الكافيهات والمولات، ده كلام مش مظبوط. يا فندم. فانا يعني انا بناشد الشباب الواعي المثقف واولياء الامور انه الشباب اللي خد اجازه ده يقعد يذاكر في بيته، يقعد على النت يدرس يذاكر دروسه، مش يروح بقى الكافيهات ويروح المولات ويروح، ده كلام مش مظبوط. لانه الغرض من الناس ما تروحش المدارس والجامعات ان احنا نقلل نسب الاصابه بالكورونا، فده مهم جدا. ده انا بناشد للناس عشان تعمل كده. يا فندم. طيب دكتور، برضو عايز حضرتك تقول لنا، بما ان الشباب من المفترض، هل من الممكن انهم يقعدوا في اماكن مفتوحه من غير طبعا التدخين، من غير الشيشه، من غير كذا، لكن هل من الممكن انهم يقعدوا في بالظبط، ما هو ده حاجه ثانيه نسال في حضرتك فيها. يعني انت عارف تعليق النشاط الرياضي ده مهم. يا فندم. الحاجه الثانيه المهمه ما يقعدوش في اماكن مغلقه، لكن لو هو قاعد في الشمس وقاعد في مكان مفتوح فيه هواء مفيش مشكله فيه، بالعكس ده احنا يعني ده حاجه من الحاجات اللي هي الكويسه، لان الشمس بتقتل ميكروب الكورونا. على فكره ميكروب الكورونا ده من الميكروبات، من الفيروسات اللي هي ما هياش شديده قوي زي ما الناس متصوره. يا فندم. الميكروب الكورونا ده الحصبه اكثر عدوى منه 8 مرات. عايز اقول ان نسبه الوفيات اللي حدثت من كورونا لا تتعدى 3%، في حين في انفلونزا الطيور كان 40%. ياه. انفلونزا الطيور اللي احنا خدناها كده يعني نوع من كنا بنتنظر بيها، موتت 40% من الناس المصابين بانفلونزا الطيور. في حين ان الكورونا فيروس موت 3% فقط. في كل على مستوى العالم، يعني 160 الف لغايه دلوقتي عدوى الناس اللي ماتت 5800. عدد قليل جدا لا يكاد يعني غير متناسب مع مثلا انفلونزا الطيور زي ما انا قلت لحضرتك. طيب. يعني الجلوس في الشمس، الجلوس في الاماكن العامه في الهواء الصلب ما فيهوش اي مشكله. بس برضه ما نسلمش ونحضن ونبوس، الكلام اللي انا بقول لحضرتك عليه. دي من اهم الامور في يعني بشكل عام، ان انت ما تسلمش كتير، الحضن والبوس، الكلام ده كله يجب ان يتم ايقافه على الاقل هذا الشهر مثلا يا دكتور. تمام. طيب. لغايه ما الامور تتضح اكثر واكثر ان شاء الله. من وجهه نظر حضرتك، وانا عارف ان حضرتك مطلع على الابحاث ومطلع على الكلام اللي بيحصل في اوروبا وفي كل حته، محتاجين نعرف ممكن ده يحصل امتى؟ يعني امتى تتضح الامور في هذا الموضوع بالنسبه للعالم كله، بالنسبه لمصر طبعا؟ ما
من وجهه نظرك يعني. من دلوقتي احنا طيب احنا عارفين ان في انفلونزا صيفيه بس ده عدد بس الاعداد بتبقى قليله جدا مقارنه بالانفلونزا الشتويه. فاحنا هنقول ان احنا مع طول الحر وطول الصيف الدنيا هتهدى وده هيحصل من اول ابريل وهنقل جدا اعداد المصابين بكورونا فيروس على مستوى العالم. الحراره ليها دور يا فندم؟ حراره الجو ليها دور الحرارة يعني؟ الحراره طبعا بتاثر، يعني في بعض الدراسات اثبتت ان بعد 28 29 درجه مئويه الفيروس ما بيبقاش بنفس قوته ونفس شدته، وبعد 30 درجه حراره 30 الفيروس بيتقتل. فدي علامه من علامات الجيده اللي بتطمن الناس، يعني مع دخول فتره الصيف واحنا عارفين ان اخر عهدنا بقى بالحراره الواطيه هيبقى في مارس، مع دخول ابريل هتلاقي الدنيا هديت جدا والحراره زادت، فنقدر نقول ان الفيروس هيتلجم ان شاء الله. طب يا دكتور اخيرا وخلينا نرجع بقى للنشاط الرياضي مره اخرى، هل من الممكن ان بعد في خلال ال 15 يوم القادمه يظهر اي شيء يعيد الرياضه او يعيد التعليق او يتم عدم التعليق النشاط الرياضي خلال الفتره اللي بعد كده، ولا هنفضل مستنيين؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، يعني هو التعليق هيبقى في خلال 15 يوم دول، لكن ما اظنش هيبقى اكتر من كده. انت عارفين حضرتك عارف كويس ان البريمير ليج بتاع انجلترا ثلاث اسابيع يعني خساره فادحه طبعا، تقدر خسائر ب 700 مليون استرليني، ولكن الارواح اهم تيالي عند كل الناس. فهو علشان كده انا بقول لحضرتك ده دي حاجه كويسه. ما اظنش ان شاء الله، انا توقعاتي ان النشاط سيستأنف بعد اسبوعين من دلوقتي، بس مش هنرجع فيه في خلال اسبوعين، يعني بعد اسبوعين النشاط الرياضي يعني هيبتدي يشتغل تاني، يعني هيبتدي تاني. انا نتمنى كده ان شاء الله. نتمنى. اخيرا يا دكتور لو اي نصايح حضرتك حابب تقولها خلال الفتره القادمه. لا هو انا النصايح بس يا كابتن اسلام حاجتين مهمين جدا، الحاجه الاولانيه ممنوع اللمس تمام والمصافحه والقبلات والكلام ده، الحاجه الثانيه لو فرض صافحت حد لو تسمح خلي في جيبك كحول 70% وده موجود في كل الصيدليات، امسح طهر ايديك، اوعى تلمس شفايفك او بق او فمك او انفك او عينك وانت لمست حد، او لان زي ما قلت 50% من المصابين بكورونا ما نقدرش نعرفهم لانهم بيمشوا على رجليهم ما يبقاش في اعراض نهائي، فبالتبعيه احنا ما نعرفش مين اللي عنده كورونا مش مين ما عندوش مين اللي ما عندوش كورونا، يبقى في اعراض. ايوه احنا بننصح الناس ان يبقى معاهم في جيبهم كده اللي هو الديتول، على فكره ما بياثرش غير على البكتيريا، اللي بياثر على الفيروس هو الكحول ال 70%. 70% تمام، مهم جدا هذا الكلام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المعلومات، شكرا جزيلا. دكتور هشام الخياط استاذ الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعديه، زي ما حضراتكم شفتوا نصائح عامه للجميع، النصائح دي حضرتك ممكن تستهون بيها ولكن من فضلك ما تستهونش، من فضل حضرتك ان مثل هذه الامور ومثل هذه النصائح اعتقد ان هي من الممكن جدا ان تقلل انتشار هذا الفيروس، زي ما حضراتكم سمعتوا من الدكتور هشام ومن كثير من الدكاتره من امبارح للنهارده. لو حضرتك بتتابع التلفزيون او بتتابع اللي بيتكتب على هذا الموضوع لازم تعرف ان النصايح دي هامه جدا 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 ويجب ان يتم تنفيذها خلال الفتره القادمه. الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين ان الامور ماشيه بشكل جيد حتى هذه اللحظه، البلد خدت اجراءات جيده جدا ورائعه الحقيقه في كل الامور. يعني تخيل حضرتك ان وصلت في يوم من الايام ان يتم وضع ميزانيه في امريكا، هل كنت حضرتك ممكن تتصور مثل هذا الامر؟ امريكا 6 7 مليون النهارده، برضو انت محطوط 6 7 مليون مليار انا اسف دولار، نفس الكلام النهارده في مصر 100 مليار دولار من الحكومه المصريه، 100 مليار جنيه انا اسف الحكومه المصريه، عشان خاطر حضرتك عشان خاطر صحة حضرتك وصحتي وصحتنا جميعا. فمهم جدا 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 التكاتف خلال الفترة القادمة، من فضل حضراتكم مش عايزين نقعد نتريق على بعض، مش عايزين نقعد نستهتر بهذا الموضوع، على الرغم ان الدكتور قالك ايه، قالك عايزين نحطه في مكانه او نحطه في حجمه برضه، ولكن عدم الاستهتار ان انت هيفرق كتير جدا في الموضوع ده ويخليك بالفعل تحطه في حجمه.
تشوف شغلنا بشكل جيد، تشوف امورنا بشكل جيد، اللي بينزل شغله يشوف اموره، ما عندناش مشكله في كل هذه الامور، وان شاء الله ان شاء الله الموضوع ده يعدي ويعدي على خير خلال هذه الفتره. طيب بخصوص طبعا ندوه الدكتور هشام الخياط، الدكتور اللي كان معانا على الهواء مباشرة دلوقتي، الندوة هنزعها لحضراتكم بكرة بالكامل علشان تقدروا تفهموا الموضوع أكتر، وافهم هقعد أتفرج عليها عشان أفهم الموضوع أكتر. إذا كان عند حضرتك أي استفسارات أو أي أسئلة ابعتوها لنا، ما عندناش أي مشكلة ابعتوا، هنسأل الأستاذ الدكتور هشام الخياط وهنسأل كل الدكاترة اللي هنقدر نسأل، لأنه مهم جدا التكاتف. ما عنديش مشكلة إن أنا اليومين دول الكرة نسيبها على جنب شوية ونقعد نتكلم في هذا الأمر، ما عنديش مشكلة إن أنا لو حضرتك عندك أي سؤال ابعته لنا على صفحتنا، هناخد كل الأسئلة ونديها للدكتور هشام نجيبه معانا في حلقة يطلع مع حضراتكم على الهواء مباشرة يشرح برضو مرة تانية، لأنه مهم جدا جدا جدا. وأنا آسف إن أنا بأكرر هذا الكلام، ولكن التكاتف مهم في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأيام، ولكن مع وضع الموضوع في حجمه. مع وضع الموضوع في حجمه. الحقيقة برضو النادي الأهلي في مثل هذه الظروف زي ما قلت لحضراتكم خد إجراءات احترازية وأمور كثيرة جدا جدا علشان أعضاء جمعيته العمومية في نفس الوقت تبقى الأمور واضحة أمام الجميع. أيضا على الجانب الآخر شوفوا حضراتكم كرة القدم، طبعا كلنا بنلعب وكلنا نفسنا وكلنا عايزين نلعب كوره وعايزين نتبسط، غير الكوره عايزين نلعب، اللي بيلعب هاندبول عايز يلعب هاندبول، واللي بيلعب سله عايز يلعب سله، وهل الدوره الاولمبيه القادمه هتتلعب ولا مش هتتلعب، امور كثيره جدا جدا نفسنا نشوفها. الناس دلوقتي وهي قاعده في البيت تقول لك ايه، طب احنا هنفضل قاعدين في البيت مش عارفين، مفيش ماتشات، عايزين نرجع الماتشات، وعايزين الماتشات مش هترجع ولا حاجه هترجع ولا الرياضة هترجع، رياضات الألعاب كلها، الألعاب الأخرى كلها، الرياضات دي كلها أنت عايز، أنت أنا عارف إن حضرتك عايز تقعد تتفرج على التلفزيون، تقعد تتفرج على المباريات وكذا وكذا وكذا، ولكن الموضوع ده مش هيحصل إلا بتكاتف الجميع. بالتكاتف خلال هذه الفترة مهم جدا جدا جدا. الدولة واقفة في كل حاجة، من فضل حضراتكم خلينا نقف مع بعضنا ومع دولتنا علشان إن شاء الله يعدي هذا الموضوع. طيب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الحقيقة المهندس هشام له دور كبير جدا خلال هذه الأيام في كثير من الأمور، والله يكون في عونهم الحقيقة، لأنهم دلوقتي مخولين بكثير من الألعاب ومخولين بكثير من القرارات اللي بتبقى دايما مؤثرة في الرياضة المصرية. برضو نطمن منهم على مثل هذه الأمور وماذا سيحدث خلال الفترة اللي جاية الدورات الأولمبية. باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا كابتن اسامه، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله، نعم الحمد لله. الحمد لله، يعني اعتقد ان دور اللجنه الاولمبيه خلال هذه الايام واضح وكبير جدا يا فندم. والله الحمد لله احنا كل اللي احنا بنعمله يعني ماشيين في الخطه بتاعتنا للهدف، والتعليمات والتكاتف الموجود والتناغم الموجود مع الدوله وتحت مظله الدوله، هو ده اللي احنا بنصبر له دايما عشان هو ده صالح البلد. اللي الرياضة جزء منها، ما يهمنا البلد نمرة واحد والرياضة نمرة اثنين بإذن الله. طبعا باشمهندس هشام، الفترة القادمة أو كان هناك كلام خلال الفترة السابقة على أنه من الممكن أن يتم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والكل ينتظر ماذا سيحدث، هل بالفعل هيتم التأجيل؟ هل ماذا سيحدث داخل مصر برضو، لأن احنا عندنا أبطال كتير اللجنة الأولمبية بتعدهم للأولمبياد القادمة؟ والله لغايه دلوقتي احنا ما نقدرش نقول في حاجه واضحه. احنا عندنا كونفرنس كول، اجتماع مع رئيس اللجنه الاولمبيه عن طريق الفيديو كول او كونفرنس كول يوم الاربعاء الجاي باذن الله الساعه 5، هنسمع منه كل حاجه، واحنا محضرين له شويه استفسارات من دلوقتي بنبعتها له. الحاجه الوحيده اللي احنا بنقول ان في بطولات مؤهله كتير اتوقفت وتاجلت، فهل هيلحقوا اللجنه الاولمبيه الدوليه هتلحق تعمل بديل التاهيل ده؟ الله اعلم برضه، ما اعرفش هيتعمل ازاي، انما احنا كل اللي يهمنا ان الدوره تتعمل في وقتها، ما اتعملتش في وقتها تتاجل شويه عشان التاهيل، انما لن ندخل الدوره دي الا واحنا ضامنين تماما واخدين تعهدات تماما ان كل الاجراءات الاحترازيه وكل
وكل الاجراءات اللي هتضمن سلامه منتخباتنا هتبقى 100% مظبوطه، لان يهمنا جدا جدا سلامه المنتخبات قبل المنافسه على اي وعلى اي ميداليه موجوده، لان ان شاء الله الميداليات هتبقى كثيره والدورات كثيره، انما شبابنا مهم جدا جدا اهم من كل الدورات هنا عندنا. طيب باشمهندس هشام، اذا اللجنه الاولمبيه المصريه ماشيه في طريقها في اطار اعداد البطل الاولمبي خلال الفتره القادمه. طبعا احنا ماشيين، وحتى البيان اللي نزل امبارح من اللجنه الاولمبيه او من معالي الوزير او من دوله رئيس الوزراء، كل ده يعني بيتكلم على الرياضه بصفه عامه، اما المنتخبات والاعداد بتاع المنتخبات بتاعتنا طبقا للخطه الموضوعه لاولمبياد طوكيو اللي اتطرف عليها كتير جدا جدا جدا، واللي احنا يعني على الامطار الاخيره من 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 المنافسه فيها دي لازم غير مشموله خالص في هذا القرار، والتدريب شغال بنفس الكيفيه اللي احنا حاطينها في الخطه يعني. طيب باشمهندس هشام، ايضا اعتقد او مش اعتقد، هو من المفترض ان دايما الدورات الاولمبيه بيجي بعدها الانتخابات بتاعت الاتحادات وكذا وكذا، معنى تاجيل الدوره، انا مش عارف ده، انا بسال حضرتك يعني، معنى تاجيل الدوره الاولمبيه هل ده معناه تاجيل الانتخابات الاتحادات المحليه في كل بلد وكذا وكذا، ولا لا ملوش علاقه؟ لا حضرتك له علاقه طبعا، اللي هو المفهوم دلوقتي طبقا للقانون، القانون بيقول الدوره الانتخابيه بتاعت الاتحادات الرياضيه عباره عن اربع سنين او 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 او, أو انتهاء الدوره الاولمبيه ايهما اسبق. النهارده لو الدوره الاولمبيه هتبقى افتراضا في سنه 2020، ولو ان الدوره دي كانت 3 سنين مش 4 سنين، يعني من 17 ل 20، فاذا انتهت الدوره سنه 20 لازم يلحقها على طول الانتخابات. اما لو الدوره انتهت 21 فهيلحق الانتخابات بعد الدوره في 21 عشان يبقى اكمل ال4 سنين. لكن مهم جدا برضو ميعاد الدوره الاولمبيه، لانه بيؤثر في امور كثيره جدا برضو منها الانتخابات، يعني هو ده اللي انا عايز اوصل له، يعني ان الدوره ميعاد الدوره الاولمبيه مهم، لانه في النهايه انتخابات محليه في كثير من الاتحادات المحليه لها بتنتظر انتهاء الدوره الاولمبيه. تمام، لو الدوره الاولمبيه هتنتهي السنه دي، لو الدوره الاولمبيه هتبقى السنه دي انتخابات 20، لو السنه الجايه تبقى انتخابات 21. طيب باشمهندس هشام، برضو عايز اسال حضرتك عن الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها اللجنه الاولمبيه خلال هذه الفتره اللي تم تعليق فيها النشاط الرياضي. فندم تاني معلش الصوت راح. بسال حضرتك عن الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها اللجنه الاولمبيه بعد قرار تعليق النشاط الرياضي. والله كل الاجراءات الاحترازيه، تعليق النشاط الرياضي هو نفسه اجراء احترازي. نعم. عشان نقلل التجمعات. اللجنه الاولمبيه نفسها دلوقتي بتشتغل ب10 موظفين اللي هو بيسيروا الاعمال العاجله واللي مرتبطه بالحاجات اللي هي بالدوره الاولمبيه. أيوه. ومقفوله اللجنه الاولمبيه كلها، اغلب الاتحادات مخففه عندها الموظفين، التعقيم شغال على اللجنه الاولمبيه وشغال على الاتحادات باذن الله، وبنعتبر الفتره دي نقلل الاحتكاك على قد ما نقدر، نقلل كثافه الافراد عشان نقلل احتمالات العدوى، لان الكورونا مش حاجه صعبه، انما السيطره عليها لو زاد العدد هي دي المشكله، فاحنا عايزين على اقل ما يمكن يكون في اصابات، يبقى الدوله تقدر تسيطر على الاعداد القليله، ما فيش دوله في العالم عندها الامكانيه ان هي تسيطر على كميه من العدوى كبيره جدا في افراد كتير جدا. تمام، نرجع مره اخرى للدوره الاولمبيه، هل حضرتك هناك تواصل مع ابطالنا الاولمبيين اللي بيتمرنوا، والتواصل ده بيتم ازاي يا فندم؟ طبعا احنا متواصلين معاهم وعارفين الخطه وبنتابع الخطه بتاعتهم يوم بيوم، وبنشوف لو في اي انحراف من الخطه، اي انحراف عن الخطه اللي موجوده بنقاومه في ساعتها، ومع اتصال بالاتحادات على طول، واي احتياجات من الاتحادات على طول بيبقوا على تواصل معانا، واحنا على تواصل شديد مع وزاره الشباب والرياضه ومع معالي وزير الشباب والرياضه في العلاقه الجميله اللي موجوده دلوقتي، والتناغم الشديد اللي موجود، اللي هم ما بيأثروش معانا في اي حاجه، وانا عندي يوميا مع معالي الوزير اتصال يومي عشان نقدر يعني نمشي لغايه اخر خط ان شاء الله،
لفايده البلد واولادنا يعني كلهم. تمام، انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، زي ما حضراتكم شايفين هناك اجراءات احترازيه الكل بيقوم بها خلال هذه الفتره لدعم قرارات الدوله المصريه، وقبل اي شيء دعم روح المواطن المصري او دعم المواطن المصري في مثل هذه الازمات، لان في مثل هذه الازمات لانه مهم جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم، التكاتف 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 خلال هذه المرحله هو الاهم في اي من اي شيء. سيبكوا بقى من اللي بيقعد يتريق واللي بيقعد يتكلم واللي بيقعد يعمل والكلام ده كله كلام، الحقيقه بالنسبه لي ما بيفرقش كتير. يعني مثلا في اطار الكلام اللي احنا بنتكلمه التريقه ومش عارف ايه حاجات غريبه جدا والله الواحد بيسمعها، نجوم كره القدم في العالم كله في العالم كله كلهم الحقيقه بداوا بيدعموا وبشده الوقوف امام هذا الفيروس في قبل بس ما اتكلم على نجوم العالم وماذا او نجوم كره القدم في العالم كلهم بيقولوا ايه، خلينا نروح لاستاذنا الكبير وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري برضو نعرف رايه في هذه الامور. استاذ جمال ازاي حضرتك يا فندم؟ الو الو. طيب تجيبوا لنا الاستاذ جمال مره اخرى. زي ما قلت لحضراتكم الناس كلها في العالم كله او نجوم كره القدم في العالم كله واقفين وبشده وبقوه الحقيقه، اللي بيقدر يساعد بان هو يعمل حاجه بيعملها، مجرد ميسي لما يكتب على تويتر او يكتب على اي من مواقع التواصل الاجتماعي، رونالدو نفس الكلام، وقد ايه هو بيتكلم بيقول انا اب وابن، يعني هو بيتكلم بطريقه انسانيه كبيره جدا، نفس الكلام على ميسي، نفس الكلام على زيدان لما هو بيتكلم مدير فني لريال مدريد، كثير من النجوم النجوم العالميه بيتكلموا على هذا الفيروس وكيفيه ان انتوا يا جماعه كره القدم شيء مهم جدا في حياتهم، كمان هم بيقولوا كده ان كره القدم شيء مهم جدا في حياتهم، ولكن في نفس الوقت حياه اي مواطن او اي انسان اهم من اي شيء. طيب خلينا نروح زي ما قلت لكم زي ما قلت لحضراتكم استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. استاذ جمال ازاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء الفل يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ تمام ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا فندم الحمد لله. استاذ جمال يعني اعتقد ان احنا بنمر بظروف صعبه ولكنها ان شاء الله تعدي، يعني ان شاء الله باذن ربنا هتعدي على خير، بس يعني الواقع بيقول يا كابتن اسلام ان الظروف وصلت لمرحله انه كان لازم يبقى في اجراءات بالظبط، اجراءات لمنع الانتشار هذا الوباء اللعين اللي هو تقريبا اصبح يعني باعتراف منظمه الصحه العالميه هو وباء عالمي، وبالتالي المساله كان يجب ان يتم اتخاذ اجراءات في مصر باعتبارها من الدول برضو اللي ظهر فيها بعض الحالات، وكان التوجه من رئيس الجمهورية شخصيا ونزولا إلى كل المسؤولين بقى في حملة قومية لمحاولة حصار وعدم انتشار هذا المرض سواء على مستوى الرياضة أو على مستوى التعليم المدارس، كل ده كان اجراءات مهمه جدا يا كابتن اسلام. ايوه لان زي ما حضرتك قلت حياه الانسان اغلى من نشاطه طبعا، يعني الحياه اهم طبعا. طيب استاذ جمال يعني مهم جدا برضو في ظل هذه الاجواء وفي ظل هذه الامور، طبعا نفسنا نتفرج على كره قدم ونفسنا نشوف كره قدم، ويعني حتى دلوقتي لما بتيجي نقعد نقول ايه طب احنا مفيش ماتشات مفيش اي حاجه هنقعد نتفرج عليها، لان انت عارف ان الوسط الرياضي كله حضرتك وانا وغيري وغيرنا 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 يعني بتقعد حياتك كلها تقريبا ما بتعملش حاجه غير تتفرج على كوره، طبعا بتتابع كل حاجه ولكن بتتفرج على الكوره. اليومين دول تحديدا بقى حتى انتوا في شغلكم كنقاد رياضيين كبار ورؤساء تحرير ومديرين تحرير بتفكروا ازاي في مثل هذا الامر يا فندم؟ والله اقول لك يعني احنا يوم الجمعه اللي فاتت الخميس والجمعه كان الازمتين اللي موجودين ازمه الامطار بالظبط السيول والعاصفه اللي هي التنين وازمه كورونا، يعني هم اللي مسيطرين
على كل الشغل حتى على كل التغطيات الصحفيه، تاجيل مباراه الاهلي، تاجيل مباراه الزمالك، بعد كده بيوم تاجيل مباراه الاسماعيلي في البطوله العربيه، بعد كده في نفس اليوم اللي هو يوم الجمعه كان الاخبار تتوالى من الدوريات الاوروبيه حول تجميد النشاط وتعليق البطولات الدوريات الخمسه الكبرى. طبعا ده بيعكس يا كابتن اسلام زي ما قلت لحضرتك، بيعكس حاله القلق الموجود على مستوى العالم. ايوه فندم. وبالتالي مصر ما كانش ينفع انها تخرج عن هذا السياق، لابد ان احنا نمشي في نفس الاطار. وزي ما حضرتك قلت احنا كناس شغلنا كله في الرياضه وفي النقد الرياضي وفي التحليل، يعني بنبقى متضررين جدا، لكن في نفس الوقت متحمسين لقرارات الالغاء دي او التاجيل، لانه يعني مهم جدا يبقى فيه قبل ما نواجه المرض ونواجه او العلاج نفسه، لا نعمل عمليه سيطره على اماكن الازدحام والتجمعات، الصالات. يعني انا عجبني جدا قرار كان سريع ومباشر من النادي الاهلي باغلاق الفروع الثلاثه للنادي لمنع الازدحام، وبرضه عمل عمليات تطهير. ايوه فندم. ده يمكن سبق وزاره الشباب وسبق القرارات الخاصه على مستوى الدولي على مستوى الدوله، لكن في النهايه كل الاجراءات دي كلنا زعلانين ان الرياضه توقفت، لكن في نفس الوقت احنا مع الدوله في ان نعمل الاجراءات اللازمه والمناسبه. ويمكن برضو حضرتك تابعت القرار بتاع تاجيل الدراسه او تعليق الدراسه في المدارس بشكل عام. ايوه. فالمساله طبعا محزنه بالنسبه لنا، لكن زي ما قلنا الروح اغلى يعني. بالظبط كده. طيب كيف سيتم التعامل الاعلامي خلال الاسبوعين اللي جايين؟ لانه دلوقتي ما فيش كره قدم، كيف سيتم التعامل الاعلامي وحضرتك استاذنا وناقدنا الرياضي بقالك يعني فتره طويله جدا في هذا الموضوع، وتحري الدقه يعني ما تبقاش الاخبار برضو الناس في السوشيال ميديا بتنزل اخبار غير صحيحه في الكوره وغير الكوره، وده بيقلق الناس برضو يا استاذ جمال. فالدور بتاع الاعلام المؤسسات الكبيره في البلد، اعتقد المؤسسه الاعلاميه الكبيره في البلد لها دور كبير الفتره دي كمان. طبعا طبعا. اهم حاجه يا كابتن اسلام يا فندم عدم الانسياق ورا الاشاعات. ان انا ممكن اتاخر دقائق واجيب خبر صحيح وخبر مكتمل، بدل ما اعمل خبر سريع وامشي ورا رتم السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا ممكن في بعض الصور بتاعتها تبقى صوره يعني مرفوضه جدا لاطلاق الشائعات. يعني احنا سمعنا مثلا يوم الخميس والجمعه كلام كتير اتسرب كده ان محمد صلاح قد يكون لا قدر الله اصيب بالفيروس من خلال مباراته مع بورنموث وحارس المرمى اللي كان مصاب. احنا مثلا في الاخبار او في اخبار اليوم تريثنا جدا في هذا الكلام، لان في ناس اتكلمت على السوشيال ميديا وعلى الواتساب، وفي جروبات اعتقد انها ممكن تبقى جروبات غير دقيقه او مشبوهه، ممكن تزق لك خبر او اثنين لاحداث بلبله. فدورنا بقى في الاعلام الهادف وحتى اعلام الانديه المحترم زي النادي الاهلي ايضا يجب ان يكون هو التاكد من اي خبر من مصادره الحقيقيه قبل اعلانه. مظبوط. لانه اي شيء ممكن النهارده يضر جدا جدا باسر وبنجوم. يعني دور النجوم كمان مهم قوي يا كابتن اسلام في المرحله اللي جايه، ان هم يوجهوا رسائل ويخاطبوا اللعيبه برضو التزام الهدوء.
الامتثال للقرارات اللي بتصدرها الدوله، وان شاء الله انا يعني بحس انها هتمر بخير باذن الله خلال الفتره القريبه. يعني استاذ جمال برضو بخبرتك الطويله، وخلينا استعين بهذه الكلمه دائما، خبرتك الطويله خلال الفترات اللي فاتت بالكامل وخلال تواجدك في هذا المجال، هل مرت عليك مثل هذا الامر، او هل مر على حضرتك مثل هذا الامر قبل كده؟ لا لا للاسف. يعني يمكن انا كتبت ده في مقال قريب ساعات، يعني ان طول عمرنا كنا بنقرا في لوائح المسابقات، لوائح اتحاد الكوره، انه ممكن تاجيل مباراه في حاله حدوث كارثه او ازمه او كارثه طبيعيه. عمرنا ما عشناها. يعني مثلا سمعنا عنها بس اتفضل. بقول لحضرتك سمعنا عنها بس يعني. ايوه بالظبط، سمعنا عنها وقريناها. يعني لا قدر الله، يعني يقول لك في حاله حدوث زلزال او بركان او اعصار او وباء يمنع استمرار المسابقات. على مدار السنين الطويله اللي اشتغلتها في المجال ده ما حصلتش تقريبا بهذا الحجم، يعني الحجم اللي هو حتى واخد على المستوى العالمي. يعني ممكن يكون حصل على مستوى مثلا انه في امطار محدوده حصلت مثلا في محافظه يوم يومين بالكثير بتاع وممكن تتاجل مباراه او اثنين او ثلاثه، لكن انه يتم على مستوى العالم كله وفي نفس اليوم وفي نفس اللحظه تطورات سريعه جدا جدا، انه ينتقل هذا الوباء ربنا يحمينا منه جميعا من الصين الى اوروبا الى افريقيا الى امريكا الجنوبيه الى امريكا اللاتينيه، لدرجه انه منظمه الصحه العالميه يعني تراياست كتير قوي كابتن اسلام انها فعلا ان هو وباء، لكن لما انتشر وتحول الى وباء بالفعل لم تتردد منظمة الصحة العالمية في إعلانه وباء عالمي. وباء فايدة إعلانه كوباء عالمي إيه؟ إنه كل الدول تزود الاهتمام، يعني ترفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، يعني إنه ما يبقاش فيه استهتار. وأعتقد بعد بيان منظمة الصحة العالمية دول كتير جدا في العالم ومنظمات كروية ورياضية بدأت تأخذ هذا الاتجاه اللي هو اتجاه التعليق التأجيل أو التعليق أو كده. يعني طيب أخيرا يا أستاذ جمال، برضو نجوم العالم تقريبا كلهم، نجوم كرة القدم في العالم كلهم، نجوم الرياضة في العالم كله، ابتدى يقف إنسانيا، وحتى لو عن طريق الكلمات اللي بيتم كتابتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هؤلاء النجوم. دور النجوم المصريين بقى خلال الفترة اللي جاية دور مهم جدا، دور مهم جدا يا كابتن إسلام. يا فندم. يعني مثلا من طبعا مش هنعمل ندوات ولا حاجة في الوقت ده، لان احنا اصلا عايزين نقضي على الازدحام والتجمع في اماكن. يا فندم. لكن نجوم الكره المصريه والرياضه المصريه نجوم محبوبين، وبالتالي اللي يملك ان هو يقول كلمه كويسه او يوجه نصائح معينه يتفضل. اللي يملك ان هو مثلا زي ما عمل كريستيانو رونالدو مثلا، عنده فنادق معينه او عنده ملكيات حاجات معينه، يقدر يسخر امكانياته دي للمساعده مع الدوله ومع الهيئات الرياضيه اللي موجوده في العلاج وفي مثلا المساهمه باي شكل من الاشكال في مقاومه او مكافحه تفشي هذا الوباء. وكلنا كمان كل نجوم الكره المصريه عليهم ان هم يهدوا من روع الناس، يعني مفيش داعي للاستعجال عشان ما يحصلش اي اضرار لاي حد خلال الفتره القريبه دي، وان شاء الله الجو هيتحسن والوباء ان شاء الله يزول باذن الله تدريجيا، وان شاء الله نكمل الموسم والمسابقه على خير
وما نلجاش زي ما بعض الناس كده تفتق ذهنهم عن ان يتلعب مباراه فاصله لتحديد بطل الدوري. يعني انا مش فاهم تيجي ازاي يعني، لكن اي كلام معلش يعني. اي كلام افتكاسات يعني افتكاسات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا، استاذنا ونقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري، انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. اخر حاجه بس عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، قال لك الاهلي اصله تعادل لما الفار دخل او الفي ار دخل، مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه الحقيقه. كلام غير منطقي، لانه من وجهه نظرنا، مش من وجهه نظرنا، الكثير عندما نظر الى مباراه الاهلي وسموحه، الاهلي بالمناسبه كنا عارفين كويس جدا ان ده هيحصل، لانه انت جاي من سفريه 8 9 ساعات وجاي من مشوار طويل جدا ومن بقالك اسبوع قاعد وزهق وملل وما اتمرنتش غير تمرينه وما تلحقش الساعه البيولوجيه وراجع في اصابات وغيابات كثيره جدا، فكان متوقع ان لا يظهر النادي الاهلي بالمستوى الجيد في هذه المباراه، وده طبيعي بنشوفه وممكن ممكن يحصل مره تانية ولا حاجه، لكن في النهايه الفي ار هو من ساعد بتطبيقه للعداله في واحده من المرات القليله اللي طبق فيها الفي ار بعداله في هذه المباريات، في ان النادي الاهلي يحرز هدفه من ركله جزاء واضحه وصريحه ومش محتاجه الفي ار. مش محتاجه الفي ار. لكن هل تم تطبيق تقنيه الفي ار في تحقيق العداله للنادي الاهلي من خلال احتساب او عدم احتساب حكم المباراة كابتن محمد عادل اللي كلنا بنحترمه وما عندناش اي مشكلة، ولكن بننتقد اداؤه في هذه المباراة، ان كابتن محمد عادل بعدم تطبيقه لتقنية الفي ار في هدف نادي سموحة اللي كان من المفترض ان يتم احتسابه فاول ضد لاعب نادي سموحة على عمرو السلية لاعب النادي الاهلي، لم يطبق الفي ار والكرة رجعت للاعب نادي سموحة اللي احرز منها هدف، بالعكس الأهلي تضرر بعدم تطبيق هدف غير صحيح، مش بكلامنا ولا كلام من احنا نقول الأهلي، ولكن جايبين برضو خبير في التحكيم ساعات بيقول حاجات ضد الأهلي، ما عندناش مشكلة ان هو يقول هذه الأمور طالما من وجهة نظره شايفها كده. كابتن ناصر عباس طلع وقال يا جماعة هدف غير صحيح، كباتن كبار في خبراء تحليل في قنوات أخرى كلموا وقالوا ان هذا الهدف يجب أن يتم احتسابه فاول الأول، ولكن عدم تطبيق الكابتن محمد عادل لتقنية الفي ار للأسف عكس الكلام اللي هم بيقولوه أو اللي الناس طالعه تقوله. من فضلكم مش عايزين نلتفت لمثل هذه الأمور، من فضل حضرتك خليك في ناديك، كل واحد يخليه في ناديه، احنا مش عايزين نتكلم على حد، احنا عايزين نتكلم الفترة دي يبقى في تكاتف ونقف جنب بعض ويبقى ظهرنا في ظهر بعض، وكنت مهما كان أنت بتشجع نادي إيه ولا بتشجع ما بتشجعش نادي إيه، الفترة دي لا تحتاج لمثل هذه الأمور، ولكن لازم أوضح إن الفي آر لم يكن عادلا مع النادي الأهلي من خلال الكابتن، من خلال عدم تطبيق الكابتن محمد عادل لهذه التقنية في هدف نادي سموحة، ولكن الفي آر كان عادلا في تطبيقه عندما تم تطبيقه من الكابتن محمد عادل في هدف النادي الأهلي. فالكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده أنا بس برد عليه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، لانه انا بعد كده مش عايز اتكلم اليومين اللي جايين دول، انا عايز اتكلم في التكاتف. بالعكس انا لو شفت حد من بعض من لا يشجع النادي الاهلي واقع همسك ايده واوقفه وهقف معاه، هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عندنا بلد بالمناسبه، في بلد وفي امور اخرى كتيره جدا ممكن نتكلم فيها، خلي كتفك في كتفنا وحاول ان احنا نعدي ال 15 يوم ال 20 يوم اللي جايين دول ان شاء الله الامور تفضل ماشيه بشكل جيد. عايزين كلنا نتكاتف خلال هذه الايام ونقف جنب بعض، مهم جدا لان احنا في مرحله صعبه، اتمنى يا رب ان هي تعدي وان شاء الله، بس برضو مع وضع كل الامور في حجمها. مش عايزين خوف، مش عايزين هلع، مش عايزين كلنا نجري على السوبر ماركتس. انا شخصيا نزلت جبت حاجات على قد يومين ثلاثه واللي بعدي وبعد ما يخلصوا هروح اجيب، لو في كل الامور لازم تمشي بمنتهى الهدوء وبالراحه، لاننا محتاجين نقف مع بعض خلال الفتره القادمه.
طيب فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نشوف بقى تقرير عن نجوم العالم، نجوم العالم، نجوم كرة القدم في العالم كله بيعلنون الحرب على هذا الفيروس. وبعد هذا التقرير هنستقبل ضيوفنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، النجم الكبير الكابتن إبراهيم عبد الصمد، والنجم الكبير الكابتن ماهر همام. في معظم الدوريات الأوروبية والمسابقات القارية ساهم بعض من اللاعبين والأندية في دعم حملة محاربة فيروس كورونا عن طريق التبرعات في الفترة الأخيرة. البداية مع النجم البرتغالي. حرص العديد من نجوم كرة القدم ومختلف الأندية على تقديم المساعدات الإنسانية للمساهمة في محاربة فيروس كورونا المستجد الذي داهم مختلف دول العالم مؤخرا، وأدى لإصابة أكثر من 140 ألف حالة وما يزيد عن 5000 وفاة. ليتوقف النشاط البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والذي قرر تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في بلاده إلى مستشفيات من أجل المساهمة في مكافحة فيروس كورونا. تم الإعلان عن حالة طوارئ في البرتغال حتى 9 من إبريل المقبل بعدما سجلت 169 حالة إصابة بالوباء حتى الآن. لم تتوقف مبادرة رونالدو الإنسانية عند هذا الحد، بل قرر أيضا دفع رواتب الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات من ماله الخاص. جاء دور على النجم السويدي إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي بالإعلان عن إطلاق حملة للتبرع لمحاربة فيروس كورونا عن طريق إحدى شركاته الراعية لدعم الأبطال الحقيقيين لهذه القصة من أطباء وممرضات والمتخصصين في مجال الصحة. وقدم قائد فريق نابولي الإيطالي لورانزو إنسيني أكبر مشاركة لمكافحة فيروس كورونا بعد أن قدم تبرعا كبيرا بقيمة 100,000 يورو للقضاء على أثار الوباء العالمي. قرر نادي يوفنتوس الإيطالي التبرع بمبلغ مالي يصل إلى 340,000 يورو من أجل دعم منطقة بايومينتي الإيطالية لشراء أدوات طبية في مواجهة فيروس كورونا. كما قرر نادي إنتر ميلان التبرع ب 300,000 كمامة لجهاز الحماية المدنية الإيطالي للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن الموقع الرسمي لنادي ميلان الإيطالي التبرع بقيمة 250,000 يورو لدعم حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا في بلاده. أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم عبر موقع رسمي التبرع بمبلغ 50,000 يورو من رئيس النادي جيمس بالوتا لأحد المستشفيات في إيطاليا من أجل مكافحة فيروس كورونا. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفنا نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمة. كابتن عادل ازي حضرتك؟ كابتن اسلام الله يخليك. كابتن ابراهيم عبد الصمد النجم الكبير. كابتن ابراهيم عبد الصمد ازي كابتن ابراهيم؟ الحمد لله يا كابتن اسلام تمام يا حبيبي. ده النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازي كابتن ماهر؟ اهلا كابتن اسلام مرحبا بحضرتك. كله تمام؟ سلمنا على بعض ازاي النهارده؟ لا عادي كابتن عادل بالكتاف. كابتن عادل بدأها بالكتف. كابتن عادل بيتبع هذا الاسلوب من اسلوب السلام ده يعني من المره اللي فاتت ولا اللي قبلها؟ اللي فاتت بس. اللي فاتت بس. خلاص بعد كده كلنا بنعمل كده. تعليمات منظمه الصحه العالميه. بمناسبه الكورونا كابتن عادل، يعني في النهايه هو موضوع واضح جدا ان هو واضح للعالم كله انه منتشر يعني في كل العالم، ويجب ان يتم اتخاذ بعض الامور الاحترازيه لدائما بلدنا بتكون من اوائل الدول اللي بتتخذ دائما الاجراءات الاحترازيه خوفا على الارواح المصريه، وبالتالي تعليق النشاط الرياضي 15 يوم. ايه رايك في هذا القرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا بقى في منظور ليا كده إن الفيروس الصغير ده جند من جنود ربنا، بيخلينا نفكر في الخالق. إحنا ليه بنتوضى 5 مرات؟ ودايما ربنا حتى في كل الأديان بيحض على الطهارة والنظافة، والنظافة والطهارة هي على عدوة الفيروس ده. إنك بتدعي دعاء معين النبي وصانا به، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، دي برضو من حاجات إلى جانب الأسباب اللي حضرتك تفضلت بيها، إن أنا التجمعات الحاجات اللي هي ممكن الفيروس ينتقل للإنسان منها، طبعا دي بتبقى حاجة مهمة جدا. الفيروس ده اللي محور العالم كله يعرف إنه قدرة ربنا، الناس اللي كانت دايما بتعادي فئات معينة من الناس وخاصة المسلمين، إنك أنت يعني أو أصحاب الأديان المسيحية واليهودية، إنك أنت الطهارة ديت. احنا شفنا الصين 1,700,000,000 كلهم اتحجبوا، حاطين الحجاب والطهارة والنظافة، محدش يمشي في الشارع، والرعب ده وعدم الأمان ده جند من جنود ربنا طبعا. المسلمين ولله الحمد ما اعتقدش انها هتتفشى في المسلمين، لان احنا ولله الحمد او في البلاد الاسلاميه لان احنا بنتوضى بنتطهر، وكل الاديان في النهايه يا كابتن كل الأديان زي ما حضرتك بتقول دائما دائما كل الاديان بتدعو للطهاره والنظافه، واللي هي دائما ما تكون المسيحيه يعني المسيحيه واليهوديه والاسلاميه، وبالتالي كل الاديان دايما بتودينا ان احنا يجب ان نكون دائما طاهرين، وده العكس او هو ده اللي بيخلينا نبعد او يبعد الفيروس عنك. تخيل انت حضرتك بتتوضى 5 مرات، الى جانب طبعا في ناس بتتوضى اكتر من كده. حضرتك بتتكلم طبعا على اللي ما يخص الدين الاسلامي لانك مسلم طبعا. وبرضه ما المسيحيه واليهوديه نفس عندهم نفس الكلام. عندهم نفس يعني، فالمسيحيه واليهوديه مش بيلبسوا، الستات بتوعهم بيلبسوا طبعا يعني شوف الرهبان بيبقوا لابسين يمكن اكتر من المحجبات عندهم. فدي برضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنحد عليها، وحته ان انا 2 أو 3 السلوك بتاعنا كمصريين نحاول ان احنا يعني اللي بيقعد على كافيه بلاش كافيه، لا ممكن تقعد، ما احنا ممكن تقعد بس من غير شيشه. بالظبط هتقعد ازاي من غير شيشه؟ لا ما في ناس كتيره بتشربش وبتقعد يعني اللي انا اقصده ايه، لكن تقعد في حتت مفتوحه برضه. معلش عشان برضه الناس ما تاخدش كلام يقول لك ده ما هم بيقولوا في قناه، لا احنا لما سالنا الدكتور هشام الخياط قال لك ممكن تقعد في اماكن مفتوحه فيها شمس، البعد يبقى مناسب، الاماكن يعني ده اللي قصده، ما يبقاش فيها تجمعات، ما يبقاش فيها تجمعات، ما يبقاش فيها التدخين والحاجات اللي الدكتور قال عليه. وبالتالي طبعا الاسبوعين دول اعتقد ان هم ان شاء الله كلنا كافلين ان احنا بفضل الله اعلاميين ورياضيين، ونحس الناس كل اي نجم من النجوم الموجودين دلوقتي سواء في النادي الاهلي او في غير النادي الاهلي، كل نجم من دول وراه ولاد صغيرين قدوه ليهم او شباب. لما اعمل رساله من خلال المواقع ومن خلال التلفزيون ان انا بحسهم ان هم نلعب رياضه، نبعد عن اي مكان ممكن الفيروس ينتقل ليه، كل دي حاجات اعتقد انها تبقى جيده جدا بالنسبه لنا ان شاء الله. طيب كابتن ابراهيم، كيف يعني يمكن للرياضيين مواجهه هذا الفيروس خلال هذه الايام يعني؟ الحقيقه الاول انا بحيي مؤسسات الدوله كلها، اولا رئيس الجمهوريه، دايما احنا نقول الوقايه خير من العلاج، فكل الاجراءات اللي اتخذتها الدوله في الفتره الاخرانيه الحقيقه كلها اجراءات وقايه عشان المرض ما يتفشاش ان شاء الله باذن الله عندنا في مصر. فكون ان اتحاد الكوره لغى النشاط بالنسبه للدوري 15 يوم، فده اجراء هائل جدا. وزاره التربيه والتعليم انها برضه وقفت المدارس لاجل غير مسمى، اجراء وقائي برضه عشان التجمعات اللي ما يبقاش، التجمعات الكتيره هي اللي بتسبب انتشار المرض. دايما بيقولوا ما حدش يصافح، ما حدش يبوس، ما حدش يحضن، كل الحاجات دي اجراءات هائله جدا الدوله اتخذتها، الوزارات المختلفه اتخذتها، وانا الحقيقه بحييهم. الحفاظ على الشباب المصري اهم من اي حاجه ثانيه. بالنسبه للرياضيين انا طبعا تابعت الدكتور هشام بيقول الرياضه مهمة جدا انها بتقي من الامراض، الرياضة بس ما نعملش تجمعات، يعني نزاول الرياضة باسلوب معين بحيث ما نعملش، يعني ممكن
برضو الفرق تتمرن من غير ما يبقى حد بيشاهدها، من غير برضو ما يسلموش على بعض، ما يبصوش بعض، لان برضو الفيفا قالت دايما ادى التحذير ان حتى لما يمارسوا النشاط تاني ما يحضنوش بعض، ما يبصوش بعض، لما يجيبوا جون ما يكوموش على بعض، لان دي بتساعد على انتشار الامراض. فعند عوده الرياضه لازم نتبع الاساليب دي. وانا طبعا بقول لكل الرياضيين ان احنا لازم نزاول الرياضه في المده ديت من غير ما يكون في تجمعات، ونتبع الاجراءات الوقائيه اللي دايما بيقولوها منظمه الصحه العالميه. فانا شايف ان النوادي طبعا قفلت الابواب بتاعتها، اغلب النوادي قفلت البيبان على الاعضاء بحيث برضه ما يحصلش تجمعات، وفي بيطهروا كل الاماكن اللي موجوده في النوادي سواء الجيم او اوض الملابس او فانا بقول برضه الرياضه بتمنع المرض. الفرق تريح يومين ثلاثه، انما يزاولوا الرياضه ويتابعوا البرامج الرياضيه، لان ممكن الوحدات الرياضيه بتاعتهم، لان ممكن المسابقه تستأنف لما يعني بعد الاسبوعين، فبعد الاسبوعين هنضطر نعمل بقى فترات اعداد من اول وجديد. لا، لازم يبقى في الوحدات مقننه في خلال العشرة ايام دول، بعد ما ياخدوا يومين ثلاثه راحه وحدات مقننه قليله، بحيث برضه ياخدوا راحات المناسبه وما يبقاش في تلامس بين الرياضيين كلهم. تمنياتنا طبعا ان الفتره اللي جايه تنتهي على خير، وان شاء الله باذن الله الموسم الرياضي يستكمل، لان برضو الرياضه كل ما يكون الرياضه موجوده كل ما نحافظ على الصحه العامه للشباب بتاعنا. طيب كابتن ماهر، انتشر هذا الفيروس في العالم كله وبالتالي اوقف الرياضه في العالم كله، ايه راي حضرتك في هذا الموضوع، خصوصا احنا تم تعليق الرياضه او النشاط الرياضي في مصر لمده 15 يوم؟ هو طبعا سلامه العالم كله من الفيروس الموجود مع النشرات المتابعه من خلال التلفزيون او النت اسلام، بيأكد طبعا انه هتبقى مرحله ان شاء الله زي ما جالنا قبل كده، يمكن انفلونزا الخنازير، وجالنا قبل كده انفلونزا الطيور، واحنا قدرنا برضك الحمد لله ان احنا نقضي عليها بشكل كبير جدا. بس انا عايز اقول لك حاجه اسلام، اتفضل. يعني احنا عايزين بقى من الاسره المصريه تستغل ال 15 يوم دول استغلال ايجابي، بمعنى نحصل تجمع بقى، يعني تجمع من خلال الاسره، من خلال الاسره فيها ولي الامر، فيها الزوجه، فيها الاولاد، وكمان يبقى عندنا برضك تفكير من خلال التجمع ده، ان احنا فرصه ان احنا نقرب بقى شويه، نبعد شويه النت، ونبعد شويه التواصل من خلال كل واحد معاه الجهاز بتاعه وقاعد بيتابع من خلاله، فرصه ان الاسره تتجمع بشكل كبير، فتره الفطار الصبح وفتره الغداء وفتره العشاء. النقطه الثانيه ان هم يعني يتابعوا دروس الولاد من خلال السوشيال ميديا، وانا عرفت ان وزاره الاتصالات اتفقت مع وزاره التربيه والتعليم ان البرامج اللي هتتابع من خلال الفتره اللي جايه وتوجه بيها الطلاب من خلال فتره النت، هيبقى في برنامج بيتابع من خلال الدروس اللي هم هيفتقدوها خلال 15 يوم المرحله الجايه. الجزء الرياضي بقى طبعا مش هيبقى عندهم، مش هيقدروا يروحوا النادي لان الانديه النشاط واقف، يقدر بقى من خلال هو بقى من خلال النت او من خلال السوشيال ميديا يقدر يتفرج على اذا كان في برامج رياضيه موجوده مثلا ملعب الاهلي او البرامج الرياضيه اللي موجوده في السوشيال ميديا يقدر يتفرج عليها. يعني عايز اقول لك ان رب الضاره النافع زي ما بيقول، يعني احنا نتمنى طبعا ان ما يحصلش ضرر للمصريين والمسلمين من فيروس كورونا، وانه ما يصيبش المسلمين بالذات، ويمكن الكباتن اتكلموا على الوقايه من كل البشريه، هذا المرض ده كل البشريه، مش بالظبط مش حد معين، لان احنا ما بنخصصش، لكن كل البشريه نتمنى كل الناس تعيش سلامه طبعا، مبسوطه، وكل الناس تبقى فرحانه. يعني لكن انا بقول لك اسلام، اتمنى ان ال 15 يوم دول نقدر نستغلهم استغلال ايجابي بالنسبه للاسره المصريه، ازاي بقى نرجع تاني يعني للضبط والربط بالنسبه لاولادنا اللي هم يعني محتاجين وقفه. فيمكن انا في رايي ال 15 يوم دول هيبقى في تكاتف بين اولياء الامور، بين الزوج والزوجه مع الاولاد، وازاي هم يقدروا
يعملوا لهم برامج في خلال هذه الفتره، لان طبعا 15 يوم هيبقى كتير على الولاد ان هم ما بيروحوش النادي او ما بيروحوش المدرسه، فهيبقى نوع من الزهق بالنسبه لهم، فدي فرصه ان احنا نقدر يعني عزبونا نعوضهم شويه يعني. بس في الاخر زي ما حضرتك بتقول هي المواضيع بتقترب بينا وبين بعض اكتر، ويعني لعله يكون خير دايما ان شاء الله ان شاء الله. هذه الفتره كابتن عادل كيف يواجه الرياضيين بقى فتره التوقف؟ والله المفروض ان انت كرياضي او كلاعب كوره نتكلم يعني الحاجه اللي بتخصنا يعني طبعا لعيبه النادي الاهلي بالذات، ان انت عندك دوري ممكن يجي بعد اسبوعين، وعندك في اول مايو ممكن البطوله الافريقيه تستأنف. خلينا دايما متفائلين نقول ان شاء الله بعون الله باذن الله تعالى تكاتف الناس كلها ان في خلال اسبوعين ان شاء الله الدوري يرجع زي ما السيد وزير الشباب وزي ما الدوله قالت ان بعد اسبوعين ممكن جدا الدوري يستأنف. وبالتالي زي ما قال الكابتن ابراهيم والكابتن ماهر لابد ان يبقى هناك تدريب، اللعيبه دي بتتدرب في الشمس، وزي ما قال الدكتور الفاضل الدكتور هشام بيتدربوا في الملعب. الحاجات بس بيبقى في تلامس، التلامس ده انا طالما انا في الملعب وفي شمس، وبعدين انا وانا نازل الاوضه مطهره، الحمامات فيها تطهير، انما انا هقعد اسبوعين وبعدين اجي ابدا من اول وجديد، ما اعتقدش ان في حد هيعمل كده. الحاجه الثانيه برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوف فيها النجوم الكبار واللي بحجم برضو نجوم النادي الاهلي، لابد يبقى في البيت عندك في اكتر من جهاز، ودي حاجه كل واحد بيبقى عنده بيته، وبيته ما شاء الله بيبقى بيت كويس لانه بياخد مقابل المادي كويس، يبقى في البيت بتاعه غرفه معموله كجيم كشاكوزي. انا بعرف في ناس كتير عندها الشاكوزي في البيت وعندها الحاجات اللي فيها الاستشفاء عندها في البيت، وماش لعيبه كوره ولا حاجه. انا كلاعب كوره لما اصرف حاجه بسيطه كده يبقى عندي حاجه زي كده، حتى لما المدير الفني في حصل مطر في حصل حاجه وقال لك مفيش تمرين، انا ممكن اعوض هذا الكلام لو عندي جيم صغير في البيت انا بعمله. لكن انا في اعتقادي ان حتى التلامس ده هو بيجي عن طريق الرذاذ، وحتى لو في رذاذ انا بغسل ايديا. انت عارف طبعا ان انت في المغطس والحاجات ديت الحاجات دي بتقف، لكن عن طريق الدش عن طريق الصابون عن طريق التدليك الحاجات دي كلها ما اعتقدش يبقى في سيطره عليها، وخاصه ان انت عندك 30 واحد وفي ما شاء الله ناس كثيره بتخدمه كجهاز طبي كعمال كاداريين. فانا في اعتقادي ان التدريب المفروض ان هو ما يوقفش، ولكن بيبقى من غير طبعا جمهور. واعتقد ان النادي النادي الاهلي كان سباق انه واخد القرارات دي من اسبوعين ثلاثه من حيث التطهير والحاجات ديت، بحيث ان الولاد دول نجوم اولاد النادي بيكلفوا النادي، النادي بيقوم بتربيتهم من الصغر لحد لما يبقوا نجوم كبار. فانا بالتالي النادي كان واخد الاسبقيه قبل حتى قرارات الدوله ما تتاخد، كانوا واخدين القرارات التطهير والحاجات ديت. ومش النادي الاهلي بس، اعتقد برضو في برضو اكتر من نادي واخدين القرارات ديت. اعتقد انه عمليه التدريب انا مع انه يبقى هناك تدريب يا كابتن، لانه مهم جدا، لان وارد جدا ان انا بعد اسبوعين يقول لك خد بالك انك انت الاسبوع الجاي عندك الماتش الفلاني. فانا يبقى عندي الحته دي انا بشتغل عليها، وحتى لو العمليه زادت انا ما خسرتش حاجه. تمام كابتن ابراهيم، بما انه هل من الممكن، انا لسه بفتح الانستجرام لقيت جاي خبر بيقول ان فريق جيريميو البرازيلي حطوا كمامات للوقايه، ايه رايك في الموضوع ده؟ ان احنا ممكن، هل ده هياثر على اللعيبه؟ هل ده مش عارف؟ لو احنا بنتمرن ما ينفعش نحط الكمامات على، لان لازم الناحيه واحنا بنتنفس لازم يبقى فيه طبعا الناحيه التنفسيه، وانا بتمرن النفس يبقى عادي يعني، انما ده زياده، اولا زياده جدا جدا في الوقايه. انا طبعا يعني كلمت برضه وانا متفق مع الكابتن عادل ان لازم التمارين تبقى موجوده، الاحمال تبقى ما فيهاش شده، الحفاظ على الناحيه البدنيه والمهاريه بحيث الاحمال تبقى كلها متوسطه، لان ممكن الدوري يرجع في اي وقت، يبقى التدريب لازم يتواصل بس مش بالشده اللي كان فيها
ايام الماتشات لازم يبقى الاحمال متوسطه الشده عشان برضو الدوي ممكن يرجع في اي وقت. انما حته الكمامات دي هو احنا بنتمرن في الهواء والشمس، وزي ما قال الدكتور الشمس والهواء بيمنعوا الفيروس من الانتشار، فيبقى احنا برضو دي زياده الحقيقه زياده قوي في طيب. في الحرص على صحه اللعيبه. طيب خلينا نروح لاحد النجوم الكبار ايضا في كره القدم المصريه والإفريقية، نجم كبير كابتن شطة. كابتن شطة ازي حضرتك؟ كابتن هشام مساء الخير. اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ معاك النجوم الحلوين دول نسلم عليهم ممكن؟ نهار ابيض طبعا كابتن شطة حبيبي سلم عليهم قبليه يا كابتن شطة المفروض. كابتن ماهر يا شطة منورين والله. ربنا يكرمك يا شطة، مفتقدينك يا ابو كابتن. انا تحت امرك ان شاء الله، انا في النادي كل يوم يا كابتن ماهر. ابراهيم ما بتجيش النادي عادي حبيبي. كابتن شطة ازاي؟ بيقول لك تعالوا النادي شويه اقعدوا مع بعض. خلاص ما النشاط واقف بقاله 15 يوم كمان 15 يوم هنرجع ازاي؟ كابتن شطة يعني خليني ابدا مع حضرتك. اولا ايه رايك في تعليق النشاط الرياضي في مصر ل 15 يوم ومنه بقى اروح لافريقيا برضو اعرف وجهه نظرك؟ شوف الحاله ضبابيه جدا في الوضع الراهن في الرياضه عموما في كل حاجة. الوضع هي في كل أنحاء العالم في مشاكل وأزمات كبيرة جدا موجودة عشان الكورونا. هي الخوف من الكورونا أصبح يعني غير يعني متوقع، إنه ما تسلمش مثلا، ما تعصفش، امسح إيدك كل دقيقة. الحقيقة الحاجات دي عملت رعب للناس، فبالتالي يعني القيادات الرياضية كلها إذا كان في أوروبا، إذا كان في آسيا، إذا كان في أفريقيا، إذا كان كمان في 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 الدوريات المحلية، تأجيل لازم يحصل، وإلا هيكون في لو حصلت أي مشكلة تبقى مأساة. يتحمل مسؤوليتها الاتحادات، يتحمل مسؤوليتها الدولة والقيادات السياسية. القرار ده كان قرار يعني الدنيا كلها عملته، فطبعا ده الحل الأمثل، إنك تأجل الدوري المصري وتأجل الدوري الأفريقي وتأجل القيادة الأفريقية. مصر بتاع توجو مع مصر والحاجات دي كلها. الاتحاد الأفريقي كان حريص برضه إنه لازم يكون موجود على مستوى الساحة وكده. فالقرار قرار صعب جدا، وكيفيه استمرار بعد كده الدوري او الدوري المحلي او التاجيلات اللي هتحصل نتيجه المشاركات الافريقيه وكده، في مشكله كبيره يا كابتن اسلام. يعني لازم ان احنا نعترف ان العالم كله في ازمه مش مصر بس. تمام كابتن شطه، واجهتكم مشكله زي دي في الاتحاد الافريقي قبل كده؟ لا واجهتنا مش ازمات، واجهتنا كوارث. يعني كوارث بتاخد وقت معين يعني تقصد؟ حرب في كوت ديفوار، كان في حرب موجوده والبطوله شغاله، جينا ننتقل من 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 بلد لبلد، هجموا علينا، مش عايز اقول يعني متمردين قصص وحاجات. بس برضه بنحاول الاتحاد الافريقي بقدر الامكان الامور دي سهله التغلب عليها، الامن بيجي في وسط بيحسمها. لكن وباء عالمي منتشر بهذه الصوره، يعني دي ما حصلتش تقريبا في ممكن في عالم كرة القدم من سنة 1870، ما حصلتش انه هذا الوباء ادى بطولة الدوري او بطولة كأس افريقية او عربية او دولية عموما، حتى كأس العالم نفسه الا في الحرب العالمية الأولى والثانية بس. لكن الدنيا عمرها ما وصلت لهذه المرحلة انه العالم كله أجر النشاط الرياضي فيه، فدي طبعا تعتبر من من من, من الحالات النادرة جدا انه يحصل هذا الأمر بالنسبة للرياضة عموما يعني. طيب في افريقيا وفي الكاف خلال الفتره السابقه تم تاجيل طبعا تصفيات افريقيا، سواء حتى في الامم الافريقيه او حتى في لكاس العالم، لكن في البطولات الافريقيه هل في اجتماعات هتحصل خلال الفتره اللي جايه؟ يعني احنا ما عندناش حاجه لغايه 1/5، اول مباراه البطولات الافريقيه في الدور قبل النهائي هتبقى في 1/5، هل من الممكن ان نرى ايضا تاجيل لهذه المباريات، ولا لسه في اجتماعات، ولا الرؤيه رايحه لغايه فين يا كابتن شطة؟ لا هو حضرتك عايز اقول لك على حاجه بالنسبه لدور الابطال والكونفدراليه، كويس انه في شهر او شهر ونص، يعني دي فتره صح اكتر من شهر صح وضحت. لكن بالنسبه لتصفيات الامم الافريقيه في الكاميرون، انت عارف عندنا مصر مع توجو تقريبا اتاجلت، المفروض كانت تاجلوا المباراتين. فبالتالي دي برضه الاتحاد الافريقي قدر يسكنها خلال الفتره كلها او الماتشات اللي غيرها. بس المشكله اللي هتواجه الاتحاد الافريقي انه الفيفا ديت، انه هل وقتها هتقدر تجيب اللعيبه المحترفه في الخارج تشارك معاك في هذه التصفيات ولا لا؟ هتبقى صعوبه. هل الفيفا هيتجاوب مع الاتحادات القاريه في انه يسمح للاعبين المتعاقدين في انديه اوروبيه او انديه خارج
القاره مثلا شاركوا. دي حته مهمه جدا. الاتحاد الافريقي هيسعى جاهدا انه يحاول يتفق مع الاتحاد الدولي انه في الفترات اللي هيحدد فيها التصفيات بتاعت كاس الامم الافريقيه للمباريات المؤجله انه يسمحوا للعيبه المحترفه في الخارج انها تشارك. بس بالنسبه للبطوله الافريقيه انا متاكد انها هتقام في نفس وقتها اذا الامور طبعا مشت بالشكل اللي احنا شايفينه. الانحسار الواضح للكورونا نتيجه الهيئه الاستعدادات الكبيره اللي معموله في كل الدول من حيث التعقيم ومن حيث التوعيه اللي موجوده بشكل مكثف جدا. والصين اخيرا يعني اعتبرت ان الوباء بدا ينحسر بشكل كبير جدا، ودي طبعا تشجع الفتره اللي هي المحطوط فيها الحظر ده انها ان شاء الله بعد كده الامور هتوضح. بس الفرقه اللي هتاخد اجازات وهتعمل فتره اعداد ثاني من الاول اذا كانت منتخبات او اذا كانت انديه مشكله كبيره جدا طبعا. يعني اتمنى انه التدريبات يعني تتوقف فتره معينه بس ما تستمرش كثير، لانه فترتين اسبوعين فيها صعوبه شديده جدا انه فريق يرجع ثاني يبتدئ من جديد، خصوصا فريق زي النادي الاهلي او فريق زي ليفربول ما يبقاش عنده فتره ابتعاد كبير من الهيئه من التدريبات والمشاركات. دي مهمه جدا. هل هيسمحوا بمباريات وديه الاتحاد المصري؟ هل هيسمح بمشاركات التدريبات ولا توقف تام؟ يعني النهارده شايف النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي ونادي كلها اوقفت النشاطات تماما. دي حاجه هل هيسمحوا بالتدريبات المقفوله؟ هل هيسمحوا دي حاجات هي مهمه جدا عايزين نعرفها اذا كان هيكون في يعني الاتحاد المصري لكره القدم هيحاول انه يقول بقى يبداوا تدريبات او يبداوا المباريات الوديه وكده، عشان مش ممكن تقعد اسبوعين كاملين تدرب بس يا كابتن اسلام. ده اسبوعين كاملين المفروض ما تتدربش يعني كمان لا دي التدريبات يعني الحقيقه اللعيبه ممكن يعني مع بس هو الكابتن عادل يعني قال لك ممكن تتمرن في البيت، ممكن تتمرن تتمرن يعني في جيم، اقصد يعني في جيم في البيت. انت عارف امور صعبه جدا، لكن التدريبات انا متاكد انه يعني هيسمحوا بيها على الاقل، عشان بس سهل جدا انه اللعيبه مع بعض يكون في تعقيم ويكون في نوع من الحرص الواجب ويكون في نوع من الحاجات المتطهرات الموجوده في غرف الملابس وكده، عشان ما يحصلش اي نوع من الحقيقه الاختلاط وكده. ويا رب ما يبقاش عندنا حالات مستعصيه في الفرق، يعني عندنا في النادي الاهلي او في اي نادي ثاني زي ما حصل. بقى سمعت انا مدرب ما اعرفش في اوروبا جاله فيروس كورونا، سمعنا انه توم هانكس الممثل العالمي هو وزوجته كان في استراليا جات لهم حاجه، يعني الواحد مش مصدق انها بتنتشر بهذا الشكل الحقيقي. عموما ما نشوف يا كابتن شطه. اذا لا يوجد اجتماعات في الاتحاد الافريقي بخصوص البطولات سواء دوري ابطال افريقيا الا 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 ان يتم يعني يحصل اي نوع من التصريح العالمي للصحه العالميه ان يقولوا هناك نوع من الانحسار الواضح، ممكن من خلال هذه التوعيه اللي موجوده فهي انك تستطيع ان تمارس الحقيقه النشاط الرياضي مره اخرى. الاتحاد الافريقي فورا هيجتمع ويقرر ويضع جداول ويحاول يجدول هذه المباريات المؤجله مره اخرى. ده بالنسبه للتصفيات، لكن انا بتكلم على دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، الاثنين دول تحديدا حتى الان الامور بتاعتهم يعني المفروض ان هي 1/5. دول ما فيهمش ازمه، 1/5 ده يعني انت قدامك شهر ونص على الاقل. فدول ما فيهمش ازمه. شهر ونص ولا شهرين كمان، هي 1/5 10. ايوه النهارده لسه يعني 15/3 يعني شهر ونص تقريبا. عندك حوالي 45 يوم. فانا متاكد انه ده الامر ده هيكون حاسم تماما، وممكن تبقى مباراه يعني حسمت حتى المكان اللي هتتلعب فيه، عشان بس دوري الابطال ده يعني خلاص يعني وصلت النهائي، حرام يعني انك انت بقى تحرم من انك انت يعني الحقيقه يظهر بطل للقاره يعني. اللجنه التنفيذيه تقرر ولجنه المسابقات انها تجد يعني مجال انها تلعب هذه النهائيات الحقيقه ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شطه على وجودك معانا وعلى مداخلتك القيمه، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شطه. يعني كلام محترم يا كابتن ماهر، ولكن برضه يا كابتن ماهر عايز اسال حضرتك عن ان الكورونا شيء مهم وكل حاجه، لكن او شيء صعب يعني، ولكن يجب ان يتم في وضعه يعني، او يجب ان يتم وضعه في حجمه. بمعنى ايه الحجم بتاع الكورونا؟ طبعا احنا مش دكاتره ولا اطباء ولا الكلام ده، ولكن انا بتكلم بمعنى ان يجب ان يتم وضع الموضوع في حجمه. مرض واه وباء واه منتشر، ولكن
يجب ان يتم اتباع الطرق الطبيعيه والسهله اللي احنا بنعملها بدون تهويل يعني. بدون تهويل يعني وبدون خوف بالزبط. بدون الكلام ده كله زي ما الكابتن شطه قال هناك ارقام بتدل على انحسار او ابتداء الموضوع بشكل انحصاره بشكل جيد ده ارقام جيده زي ما انت قلت يا اسلام كده الحاله النفسيه برضك بتفرق بالظبط مع المرض يعني التملي الحاله النفسيه لما بتبقى ايجابيه بتساعد بشكل كبير جدا على انك انت متصبش بهذا المرض احنا يمكن اتكلمنا الكباتن اتكلموا على الدوله وموقف الدوله يا اسلام من البدايه ولجنه الازمات يعني من رئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء واضح قوي ان المؤسسات عندنا اهتمت بشكل كبير جدا بموضوع فيروس كورونا من بدايه وزاره الصحه العالميه وتنبؤات من بدايه تفشي المرض في الصين وبدا ينتشر بقى في العالم يمكن اوروبا كمان اكتر ضارب اوروبا بشكل كبير جدا عايز اقول لك كمان النهارده المؤسسه العسكريه بتقوم بدور كبير جدا يا اسلام النهارده المؤسسه العسكريه حتى كمان يمكن سلاح اللي هو اللي بيتكلموا عليه اللي هو الموضوع الكيماوي او موضوع ازاي انت تجهز المؤسسه العسكريه تجهز ازاي تعالج الوقايه بالنسبه للاماكن بقى اذا كانت الانديه او اذا كانت المدارس او الاماكن اللي هي بيحصل فيها تجمع بشكل كبير جدا ازاي انت يبقى عندك نوع من الوقايه انك انت يبقى نوع من الرش حتى الاوتوبيسات العامه والخاصه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه حتى الكافيهات حتى الاماكن اللي بيحصل فيها تجمعات بشكل كبير جدا ازاي يبقى فيها نوع من الوقايه وده هيبدا انا شايف ان المؤسسه العسكريه هتبدا من النهارده او بدات من النهارده وده كمان هيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نقدر يعني نحجم الفيروس بشكل كبير جدا وده هيساعدنا كمان اسلام على الوقايه طبعا والمناشير اللي بتطلع من وزاره الصحه بالاعداد والوقايه على طول يوميا وازاي نثقف الشعب المصري انك انت تحافظ على انك انت ما بتصبش بهذا المرض زي ما احنا اتكلمنا كباتن اتكلموا على ان احنا كديننا الاسلامي حته الوقايه في الوضوء قبل الصلاه ثم ازاي بقى كمان انك انت بتغسل ايديك يعني كل حين وحين بالصابون لمده 20 ثانيه وليها طريقه معينه حتى في تعليم الفرد من وقايه فيروس كورونا انا شايف اسلام كمان مع الجو وسخونه الجو كمان بتساعد بشكل كبير فاحنا الحمد لله كمان رايحين على الربيع يعني احنا النهارده يمكن 5 برميهات او 6 يعني احنا رايحين على جو ربيعي درجه الحراره هتعلى فيه بشكل كبير جدا ان شاء الله هتبقى وقايه بالنسبه لنا كل ما درجه الحراره بتعلى عشان كمان نقدر نرجع لان احنا النشاط الرياضي مهم جدا بالنسبه لنا لان احنا كبرضك من ضمن الوقايه انك انت لازم تأدي نوع من الانشطه الرياضيه صعب جدا زي ما كابتن عادل قال يعني في البيت بتبقى محكومه بالنسبه للعيب الكره لكن النادي بتبقى مساحته اكبر واخد بالك وشغله اكتر من البيت. طيب هنكمل كلامنا في اطار هذا الموضوع لكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.